هبوط نادي كان موجود في نجران. يا سلام عليك. نجران الآن هبط للدرجة الثانية، تمام؟ في يوم من الأيام كان في دوري أحرج الكبار نجران. صح. أحرج الكبار. أعتقد الظروف القاسية اللي مر فيها. ضاع بطولة الدوري على الأهلي. طيب. وبعد لا ما ضاع، بس هو الفريق الوحيد اللي هزم الآن نجران. أيوه. بين أيوه. أندية الدرجة الثانية. والله يا بندر اللي يحصل لنجران يعني أمر محزن للجميع. إحنا كلنا كرياضيين تعاطفنا مع نجران عندما هبط من الدوري المحترفين في فترات سابقة. قلنا ظروف المنطقة الاستثنائية الموجودة في نجران، عدم لعب الفريق في تلك الفترة لمبارياته على أرضه وبين جمهوره، هبوطه لدوري الدرجة الأولى في تلك الفترة. هناك ظروف قاسية يعيشها نادي نجران. نادي نجران يعني أمد الكرة السعودية بأكثر من لاعب من الأندية اللي كان لها قيمة جماهيرية، قيمة فنية مع الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. اليوم أنا أعتقد أنه ما حصل لنجران أمر مؤلم. الظروف القاسية هي اللي وقفت حجر عثرة في بقاء نجران مع الكبار. المفترض نجران ترى مع الأندية المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين، لكن الظروف الاستثنائية أنا أعتقد أنها كانت يعني مؤلمة بشكل كبير. نتعاطف يعني أنا شخصيا ممكن ما بيدنا إلا التعاطف مع نجران. أتمنى من المسؤولين النظر في وضع هذا النادي. حقيقة والله العظيم أقولها بكل أمانة، وضع نادي نجران محزن لنا بكافة انتماءاتنا وميولنا. وهذا الكلام كنا نتحدث عنه أول ما